شيخ هذا الإخوة أرادوا يعني يسمع مساجد أخرى من ضواحي باريس خرجنا يعني الهاتف يعني شوش الآن أبعدنا أبعدنا الشمالات تفضل شيخ نعم لا لا جيد الحمد لله الآن يسمعون مساجد أخرى أرادوا يعني يشاركونا في أن حتى الصوت يصل إلى مساجدين الحمد لله جيد تفضل شيخ توصيل إيه خرجنا الشرعي على أيدي العلماء الأفاضل من أهل السنة والجماعة فإن لم يستطيعوا فليثقوا هذا العلم وهذا الدين الصحيح من مصادره النظيفة الخالية من البدع والأهواء والإرافات والضلالات فإن كتب الضلال والفتن
ضيعت كثيرا ممن يرشد الحق ويريده ولكنه يقع في حبائل اهل الباطل. فليتجه الناصح لنفسه الذي يرجو الله والدار الاخره الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومثل كتب العقائد التي دونت للحفاظ على دين الله الحق والحفاظ على عقيدة السلف الصالح ومنهجهم. سيد خلق افعال عباد البخاري والسنة لعبد الله بن احمد والسنة الخلال والشريعة الآجري والعبادتين الكبرى والصغرى للإمام بن بطة والشريعة الآجري والحجة الاصفهاني وعقيدة الحديث الصابوني ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما مثل اقتضاء الصراط المستقيم ومثل التوسل الوسيلة ثم الفتاوى ومثل كتب ابن القيم في علاقة الأحفاد والدواء العاجل وزاد المعاد ومثل هذه الكتب ومن الكتب شيخ الإسلام أحمد بن الوهاب باب التوحيد وشروحه لأحفاده وقيس العزيز الحميد وفتح المجيد وما جرى مجرى هذه الكتب التي ذكرناها والتي هي المصادر الصحيحة والنظيرة لدين الله الحق عقيدة ومنهجا وأحكاما وأخلاقا. هذا أمر مهم يجب أن يهتم به كل من ينتمي إلى المنهج السلفي، لأن الناس أقبلوا على علوم البدع والضلال أو على الأفكار العلمانية والاشتراكية وسائر البدع، وقد تتعرض الناس والعياذ بالله لدراسة ما هو أسوأ من هذا من كتب الإلحاد، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد أن المسلم يحرص على معرفة دين الله الحق من مصادره، ويحذر كل الحذر من أسباب الضلال. ومن أسباب الضلال في هذا الوقت وغيره القراءة في كتب الضلال والاستماع في هذا الأصل أشرف أهل الأهواء. فالسلامة لا يعدلها شيء، السلامة من الشرور والسلامة من سخط الله، وأما سخط الله الوقوع في البدع والوقوع في المعاصي، والبدع أشد من المعاصي والعياذ بالله. وقد يكون في كتب البدع إلحاد في كتب التطور التي فيها الحلول وحدة الوجود والدعوة إلى الشرك بالله والخرافات والأساطير. فالذي يريد النجاة لنفسه فالعمر غالي وثمين وقد يكون قصيرا، فلا تضيعه فيما يضرك بل احرص كما قال رسول الله على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحزن. وبعد هذا الحث على طلب العلم اوصيكم بعد التعلم وفي اثناء التعلم بتقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص له، والمرء لا ينجو إلا
بهذه الصفتين الجامعتين، تقوى الله والإخلاص له ومن تقوى الله تبارك وتعالى أن تستبني الشرك الذي هو أعظم الذنوب وهو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أمره عظيم والنجاة منه بإخلاص الدين لله، إخلاص التوحيد لله رب العالمين، وإخلاص العبادات كلها لربنا العظيم. فتقوى الله تبارك وتعالى أول ما يدخل فيها اتقاء الشرك الذي قلنا إنه أعظم الذنوب، وكذلك يتقي البدع فإنها كما يقول العلماء ومن ابن تيمية إنها مشتقة من الكفر وآيلة إليه. ولهذا حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وكان في جل خطبه أو كلها يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكفاها أنها شر الأمور، وكفاها أنها ضلالة والعياذ بالله. ومن هنا كان صلى يكثر التحذير منها، والسلف حذروا منها أشد التحذير، وحذروا من أهلها بخطورتها، حذروا من أهلها وراءوا أنهم أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الأعداء الواضحين، لأن أمر المبتدع يلتبس على كثير من الناس، يخدع الناس بشعاراته وأساليبه الماكرة، فيقع المسلمون المساكين في حبائله، وفي الوقت نفسه يحذر من الكافر الواضح كاليهودي والنصراني والسيوسي والسلوكي والشتوئس، يحذر منهم ولا يثق بهم أبدا، وقد لا يقبل منهم الحق لكنه يقبل باطل والضلال من هذا المبتدع الماكر الذي تلبس بلباس الإسلام ويجر الناس إلى الضلال باسم الإسلام. وقد يأتي بأحاديث ضعيفة وموضوعة، وقد يحرف كتاب الله والسنة الصحيحة إلى منهجه ومشربه الفاسد، وهذا كثير وكثير. وقد أشار الأخ إلى هذه الخطرة في مقدمته، وما قاله حق، إن أهل الحق قليل وإنهم غرباء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذن فلنتق الشرك لله تبارك وتعالى، ونتق الإلحاد، ونتق البدع التي هي تريد الكفر والعياذ بالله، ومشتقة من الكفر وآلية إليه. فلا يجوز المسلم أن يتهاون بها، ولا ينبغي له أن ينخدع بأهلها،
وكذلك ليحذر من المعاصي من الكبائر والعياذ بالله. وقد حذر ما منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: اجتنبوا السبع الموبقات. ثم ذكر الشرك بالله وكسر النفس الذي حرم الله من حق، ثم الزنا، ثم أكل الربا، ثم أكل مال اليتيم، ثم عقوق الوالدين، ثم الفرار من الزحف. هذه كبائر، والكبائر كما يقول ابن عباس: كنا إلى السبعين أقرب إلى السبع، والعياذ بالله. ومن السبع هذه الربا الذي استشرى في هذا الزمان، وهذه المعاصي استشرت وكثرت في هذا الزمان والعياذ بالله، وهي موبقات مهلكات، فليتقها المسلم لأنها توبقه وترديه بالهلاك، وقد تجره إلى الإلحاد والإنحراف والعياذ بالله. فإن المرأة لما يستهين بالكبائر ويرغب الشيء على عباده قد يموت قلبه، وقد يختم له بالسوء والعياذ بالله. وحتى الصغائر يجب أن يحذر منها المسلم الذي يريد نفسه النجاة. ولهذا حذر الله من المحقرات، وقال: إنهن إذا اجتمعن على المرء أهلكنه صغيرة مع صغيرة مع صغيرة تلبك، لا تستخف بها. وإذا وقعت في ذنب فبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يقبل التوبة، هو الذي يقبل التوبة على عباده ويعفو عن السيئات. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة عبده أشد الفرح. وهذا من فضله ومنه وجوده وفضله تبارك وتعالى. فإذا وقع لك في معاصي فلا ييأس من روح الله. أراد أن أقول: يا أبدي لا ييأس من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله، فإن القلوب واليأس من روح الله كفر، لا ييأس من روح الله إذا كنتم كافرون. فلا يلعبن عليك الشيطان ويجرك إلى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. وأحب أن أقرأ عليكم بعض الآيات وأرسل لكم بعض الأحاديث عن التقوى، لأن التقوى أمر شامل. التقوى اتقاء الشرك، اتقاء المعاصي كبيرها وصغيرها، واتقاء البدع والضلالات. فتقوى الله أمر جامع. فنحب أن نقرأ بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى التي تدل على مكانة المتقين وعلى ما أعد الله لهم من الجزاء. ونذكر ما يسمى الأحاديث في هذا الباب. فإن المؤمن إذا سمع الآيات التي تثني على المتقين وتتحدث عن منزلتهم عند الله وعن الجزاء الذي أعده الله لهم، لأنه يقبل على التقوى
ويرغب فيما عند الله ويقوى إيمانه. لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله الله وزيت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد ويتعاظم حتى يرتفع بالجبال، وينقص بالمعاصي حتى لا يقعون إلا مستمرة، وقد يزول بسبب هذه البلوغ. فليحذر العبد البلوغ والشرك والبدع، لأن هذا كله الشرك يهدم الإيمان والبدع قد فقد تنقص الإيمان لا شك، وقد تؤدي إلى هدمهم والعياذ بالله. والمعاصي كذلك خطيرة قد تؤدي بالإنسان إلى الإحراف والعياذ بالله، عندي لا يحب ويكتب له أن خاتمة السوء. أقرأ بعض الآيات: الحادثة على تقوى الله والتي تعد بالجزاء العظيم للمتقين. قال الله تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافية عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الأمور ينبغي أن يهتم بها المسلم ليكون المتقين الذين يستحقون هذا الوعد العظيم وهذا الثناء العاطر من الرب الكريم. جنة عرضها السماوات والأرض ما أوسعها، لا يعلم سعتها إلا الله، لو صفت السماوات والأرض كل منها إلى جانب الأخرى تتصل إلى هذه السعة، سبع سماوات وسبع أراضين ويضم بعضها إلى بعض. يخبر الله أن الجنة في الأرض لها هذا القصر، فكم سعتها؟ بل المؤمن بل لأقل من يجد في الآخرة مثل الماء ملك الدنيا مرات وكرات، فرحمة الله واسعة وجزاؤه العظيم للمتقين. المتقين رأسهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين، هذه الجنة عبثهم. لكن ذكر الأعمال التي يقوم بها هؤلاء المتقون الذين أعد الله لهم هذه الجنة العظيمة التي تحدث رسول الله عن قيمة ما فيها، وقال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وقال: الحقائق الدنيا هذه قد تغر الناس فيتهالكون على حطامها. قال: لو كانت لي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والكلمة الواحدة الطيبة يقولها المؤمن خير من الدنيا وما عليها وخير ما طلعت عليه الشمس، وغدو الروح في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. إذا الدنيا هذه لا قيمة لها، القيمة العظيمة في هذه الجنة فموضع صوت فيها خير من الدنيا وما عليها. فالذي يريد المنازل العظيمة عند الله تبارك وتعالى والنجاة من النار عليه أن يتخذ الأسباب التي تحشده مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وصف الله أولئك المتقين لأنهم الذين يتقون في السراء والضراء في حال الشدة وفي حال الرخاء في كل أحوال يبذلون المال في سبيل الله لا يبخلون به وإنما يجودون به ويبذلونه في الليل والنهار في السر والعلانية يتقربون في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والكاظم الغيظ هذا من أخلاقهم كظم الغيظ ألا ينتقم ممن يضره أو يؤذيه بل يكظم غيظه ويكف لسانه ويده من الانتقام. وكذلك العافية عن الناس يعفو عن الناس ويصفح ويغفر فهذه من صفات المتقين البلاء يتمتعون بهذه الأخلاق العظيمة. وأنصح الشاب السلفي والمسلمين عموما أن يتحلوا بهذه الأخلاق لأن الله والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة الفاحشة الذنب المستقبح والعياذ بالله والقتل المستقبح فالغنى مثلا نعوذ بالله أو ظلموا أنفسهم لأن المعاصي الصغيرة ذكروا الله يعني الله تبارك وتعالى يذكرهم ويلهمهم هذا من فضل الله عليهم ذكروا الله إن الذين يستدعون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن الحي القلب المتقي المقبل على الله تبارك وتعالى ما ينسى الله تبارك وتعالى فليذكره عز وجل. نسيان الله عند لقوف الشرك والمعاصي والضلالات فلا يذكر الله تبارك وتعالى هذا علامة الخسران والعياذ بالله. لكن المؤمن تذكره وعودته إلى الله وإذابته إلى الله تبارك وتعالى هذه الصفات النبيلة العظيمة دليل على أن الله يريد خيرا لهذا العبد الذي يتذكر الله تبارك وتعالى عندما يستشف معصية يدخل الله تبارك وتعالى يبادر التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى فاستغفروا لذنوبهم فاستغفر لذنبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله يعني يعتقد أنه لا يغفر الذنوب إلا الله فيتوب إليه وينوب إليه ويضرع إليه بالاستغفار والندم بعد الإقلاع من هذه المعصية لأن التوبة لها شروط وهي الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب ليست مجرد كلام لا بد من هذه الأمور الثلاثة أن يقلع عن الذنب الذي وقع فيه وأن يندم ويتحسر لوقوعه في هذا الذنب وأن ينوي ويعزم في قلبه العزم الأكيد أنه لا يعود إلى هذا الذنب. قال بعدها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني من شيمة المؤمن التقي أن الله يصر على المعصية كبيرة أو صغيرة بل يقلع عنها ويتوب منها ويندم. وأما الفاسق والكافر والمجرم هذا لا يبالي لا يبالي من الإصرار والمعصية والتمادي فيها وقد يغضب ويثور إذا نبحته إلى
المعصية أو الخطأ أو الضلال الذي وقع فيه قد يغضب والعياذ بالله ويحارب ويقيم الدنيا قدرها. فما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك حبه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بجهل فحسبه جهنم وبئس المهاد والعياذ بالله. كثير من الناس إذا وقع في معصية كبيرة لا يتذكر، وإذا ذكر أو إذا ذكروا لا يذكرون، نسأل الله العافية. بل أكثر من ذلك أنه يزمجر وقد يبطش لمن ينصحه والعياذ بالله ويسعى في الأرض فسادا. ونعوذ بالله ونعيد المؤمن بالله من هذه الصفات، لأنها من صفات المنافقين. وفي الناس في العصاة من عنده علامات المنافقين: الكذب والفجور وشهادة الزور والخيانة، كما في الحديث يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي حديث ابن عمر: زيادة على ما سمعت من غيره، وإذا أعد غدر، وإذا خاف فجر. قال في نهاية هذه الصفات العظيمة: والله يحب المحسنين. محبة الله أمر عظيم جدا من علامة سعادة المرء أن يحبه الله، ومن الدليل على محبة الله أن يوفق باتباع رسول الله وطاعته عليه الصلاة والسلام. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اتباع الرسول سبب في اكتساب محبة الله عز وجل. فلنسعى في طاعة الله في طاعة رسوله فيحب الله ونكون من المحسنين الذين قال الله فيهم: والله يحب المحسنين. وهناك آية أخرى في مدح المتقين، يقول الله تبارك وتعالى وفي بيان جزائه الجزاء العظيم الذي أعده لهم، كما قال تعالى: إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني هذه الجنة التي فيها هذه الأمور التي ذكرها جزاء من الله تبارك وتعالى لعباده، حتى يكون الواحد يبحث في عدله مسكين يعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على كل بشر. طبعا في الحديث قال: ادخل عباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدق في الآية أن الله عجل المستقيم جل أفضل سلام في الأرض. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جزاء المؤمنين المستقيم. وهناك آيات كثيرة لا يتسع الوقت ذكرها. لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن للمؤمن
الجنة خيمة واحدة بشؤية واحدة طولها في السماء طول ميلا ولان السماء 60 ميلا قرابة 100 كيلو اللؤلاء واحدة مجوبة في كل زاوية من أهل لا يرى بعضهم بعضا وضع عليهم لا يرى بعضهم بعضا والسبب أعطنا لكم أن الله يؤتي أدنى أجل منزلة ففي الدنيا 10 مرات أمر عظيم فعلينا بتقوى الله والاستقامة على دينه والثبات على منهج الله الحق لنكون من المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء العظيم من رب العالمين ولا يساعد على ذلك الا طلب العلم لان بطلب العلم ومعرفه احكام الله وشرائعه عقيده شرعها لا يعرف الرد الا عن طريق العلم ولا يعرف ما يرضى الله الا عن طريق العلم ولا يعرف ما يستقيه ويستقي الله به الا عن طريق العلم ولهذا اتنا الله العلم فقال العلماء فتعلموا دينكم وعلموا ابناءكم وعلموا الناس من المتجهين الاسلام يعني الضلال ومن اعداء الاسلام فان رساله محمد صلى الله عليه وسلم هي العالمين وما ارسله الله الى رحمه العالمين فاسعوا في اسعاد انفسكم وفي ادخال انفسكم في هذه الرحمه وادخال من اطلعتم في هذه الرحمه اسال الله ان يوفقنا واياكم بما يحبه ويرضاه وان يجعلنا واياكم من اهل العلم العاملين ومن اوليائه المتقين إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعنا جميعا بما قلتم. شيخ للإخوة والأخوات أسئلة كثيرة تريد أن تجيب؟ أيضا بارك الله فيكم فالشيخ مريض نشكر الشيخ كثيرا لأنه أعطانا كثير من وقته الآن إن شاء الله أختار من بين هذه الأسئلة 4 فقط الله يبارك فيكم. السؤال الأول يقول السائل هل تنصحون أخذ اللغة والتجويد من مدرس منهجه غير واضح أو عنده شبهات؟ نقول السؤال الشيخ هل يقضي هذه الشبهات إلى الناس وخاصة الذين يتعلمون منه؟ أسأل يا أخوة معرفة الأخوة كثيرون هنا والأخوات كذلك الورقة أنا وصلت لي هذه الورقة وأنا أقول إن كان هذا يقضي الشبهات يقول السائل له أعلم وإن عنده شبهات نعم فالغالب أخذ من الورقين فيأخذ منهم وشبهات من هذه إن كان ينصدها ويصدقها إلى من يخالطه ومن يتعلم منه فليخالطه فحذر ذلك رسول الله وحذر الصالح فإن متى يريد الصالح فإن يريد السر لحال يسكن ولا تشكيل لحال يسكن ما يسكن وإما أن تستعمله وإما أن تجد من يريد أن تجده ولا تشكيل إلا أن يركب في عسكرك فإما أن تجد من يريد حل تشكيله يريد فالرجال الصالحين ويحرص على ان يتعلم مما ينفعه في دينه ويامل شره لم يتبين تستمر له في التوسل لم يحمل اشد الحذر من اهل بدع الواضحين تفاؤلات ومن الغالبين اشد واشد نعم بارك الله فيك. يقول السائل عندي نصيب من المال في بنك من بنوك الجزائر مدة 14 سنة فلما أردت أن أستعمل هذا المال وجدت فيه كمية كبيرة من الربا فكيف أتصرف في هذه النقود؟ هل أعطيها إلى الفقراء الذين لا أعرفهم أم يجوز لي أن أعطيها إلى الأقارب الفقراء؟ أفيدوني بارك الله فيكم وشكرا.
هل تجوز الصلاة وراء إمام يفتي بجواز الصلاة في مسجد في قبر؟ يفتي من يصلي في مسجد قبر؟ لا يفتي يقول بجواز يقول الإمام الصلاة في مسجد في قبر؟ نعم أبيك أنا لا أعرف الشيخ هذا الإنسان، أنا أقرأ من الورقة فقط. إذا كانت أمريكا لو يدعو إلى الصلاة في المسجد في قبر أنا تبريد أمشي للشيخ أنا أمريكا لكن يكتب من الشيخ